عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن الوثائق المطلوبة في مؤسسة محمد السادس لتسجيل الأبناء ديالنا إن شاء الله. إذا بالنسبة للوثائق، أولا كاين مطبوع كنسلموه من المؤسسة. هذا المطبوع هذاك فيه مجموعة من المعلومات، كنعمروا هذه المعلومات وكنرافقوا هذا المطبوع بصورة ديال الزوجة، زوجة المنخرط، والابن المراد تسجيله. ثم كنرفقوا هذا المطبوع ايضا بنسخه من عقد الزواج مصادق عليه، نسخه من عقد الازدياد، ونسختين من بطاقه التعريف الوطنيه للمنخرط والزوجه ديالو. من بعد كنحطوا هذه الاوراق ديالنا في المؤسسه، كتجي المرحله الثانيه وهي تسجيل الابن في الموقع الالكتروني. ملي كندخلوا للموقع الالكتروني كاين عده مراحل. المرحله الاولى هي اننا كنعمروا المعلومات الخاصه بالمنخرط، المعلومات الخاصه بالزوجه، ثم المعلومات الخاصه بالابن، ومن بعد كندخلوا لوريب ديالنا، ثم الوثائق اللي حنا اللي مطلوبه منا اننا نسكانيوها. هذه الوثائق هي الصفحه ديال الحاله المدنيه اللي كاين فيها الابن المراد تسجيله، كنسكانيوها. ثم نسخه كنسكانيو عفوا شهادة التسجيل او الشهادة المدرسية ديال الابن التي تحمل وجوبا رقم مسار، خاص ضروري يكون فيها رقم مسار، حتى هي كنسكانيوها. كنسكانيو ايضا البطاقة الوطنية للمنخرط والزوجة ديالو، كنسكانيوهم حتى هما. ثم كنسكانيو ايضا رقم الحساب لوريب ديالنا، كنسكانيوهم. هاد الوثائق اللي كنسكانيوهم كلهم كيبقاو عندنا. ملي كنوصلو للمرحلة اللي في الموقع اللي كطلب منا هاد الوثائق، كنقومو بتصدير هاد الوثائق للموقع. وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله، وشكرا جزيلا لكم.